السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة مروعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو كيف اتخلص من خوف الولادة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، نشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. محتويات الفيديو بتاعنا: خوف الولادة، أهمية الاسترخاء في تخفيف خوف الولادة، وأهداف الاسترخاء، وتمارين للشعور بالاسترخاء. خوف الولادة: رغم أن فترة الحمل تعتبر من أجمل فترات الحياة بالنسبة للمرأة، إلا أن الأنثى من غير الممكن ألا تفكر في لحظة الولادة أو أن تلجأ إلى غيرها مما سبق لهن عشنا التجربة، للسؤال عن آلامها وكيف من الممكن أن تستطيع أن تتحمل كل هذا، لاسيما إن كانت هذه المرة الأولى التي تستنجب فيها. لذلك كان لابد للأطباء والأخصائيون في هذا المجال وضع مجموعة نصائح وأساليب تساعد على التخفيف من هذه المخاوف من أجل أن تمر الولادة بخير وسلام. فكانت النتيجة أنه لا يوجد إلا شيء واحد فقط يقلل من هذا الخوف، ألا وهو الاسترخاء. فكيف يمكن أن يخفف من الخوف عند الولادة؟ أهمية الاسترخاء في تخفيف خوف الولادة: يساعد الاسترخاء على التخفيف أو التخلص من خوف الولادة من خلال ما يلي: يجب أن تأخذي بعين الاعتبار أن ألم الولادة هو نفسه عند جميع النساء، فجسم المرأة الريفية لا يختلف عن جسم المرأة المرفهة مثلا، وتكوين وتركيب الرحم هو نفسه لدى جميع النساء. بما أن الولادة مراحل، تكون المرحلة الأولى والثانية بالنسبة للمرأة المرفهة طويلة ومؤلمة وغير مؤلمة عند الريفية، نتيجة لتدخل قوة العضلات الموجودة في البطن. ولا يمكننا القول بأن الأمر يرجع إلى طبيعة التفكير والشعور عند كل مرأة، طبعا لأسلوب حياتها، وتحديدا من ناحية التعود على العمل وبذل المجهود. فالخوف هو الذي يؤثر على عملية توسيع عنق الرحم، نتيجة لما يسمى بتأثير العصب السمباتي الذي يؤدي إلى انقباض عنق الرحم وعدم التوسع بما يكفي لخروج الجنين، وهذه المرحلة التي تعرف بألم الولادة. أهداف الاسترخاء: التدريب على الاسترخاء هو خطوة ابتدائية لكي تتمكن المرأة من تطبيقه أثناء ولادتها، المحافظة على التوازن العصبي خلال الولادة، فبالتالي لا تخاف على نفسها نتيجة لعدم وجود تأثير للعصب السمباتي، ويبقى هناك تناسق ما بين الرحم وعنقه يقلل من حاجة المرأة للصراخ والأنين. تمرين الشعور بالاسترخاء: هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على الشعور بالاسترخاء، وأهمها يجب على المرأة أن تتصور بأن كتفيها سوف ينتفخان للخارج، تصور سقوط الذراعين من الكتفين وسقوط الساقين والركبتين والقدمين، الابتعاد عن التفكير في أمور سيئة ومزعجة، محاولة التركيز على التفكير في أمور مبهجة وسارة، ممارسة الرياضة لفوائدها الجسيمة والصحية إضافة إلى النفسية بحيث تقلل من التوتر والاضطرابات، الاستماع إلى الموسيقى ولا سيما الهادفة منها، الاستماع إلى قصص الولادة السابقة لمن هم إيجابيين وليسوا سلبيين، وأخيرا أحب أقول لكل أم إن الولادة القيصرية زي الولادة الطبيعية، كل واحدة بس بتفرق في ألم معين. تشجعي واستني مولودك بإذن الله بخير. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة مروعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.